أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح وصف بأنه غير دبلوماسي بشأن السعودية التي تعد حليفا وثيقا لبلاده. ترامب قال أنه حذر العائلة السعودية الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة لأسبوعين دون دعم الجيش الأمريكي. وتعد الرياض حليفا وثيقا، وكانت المحطة الأولى لترامب في أولى رحلاتها الدولية بعد توليه الرئاسة. So we don't lose money protecting Japan and Germany and Saudi Arabia. على السعودية أن تدفع. كم مرة كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القول؟ فمنذ انطلاق حملته في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز بها عام 2016 وهو يكرر أن السعودية غنية وأن الولايات المتحدة توفر الحماية للملك السعودي، لذا يجب أن يدفع. مرتان كرر ترامب هذا القول خلال بضعة أيام. نحن نوفر الحماية للسعودية. هل تعتقدون أنهم أغنياء؟ أنا أحب الملك سلمان، لكنني قلت له: أيها الملك، نحن نحميك وقد لا تكون قادرا على البقاء أسبوعين في مكانك دون حمايتنا، لذا عليك أن تدفع مقابل الدعم العسكري. كذلك اليابان وكوريا الجنوبية يجب أن يعوضونا. وقبل نحو 3 أيام من هذا التصريح، تصريح مماثل. ربما لن تتمكن من حماية تلك الطائرات لأنك تعلم أنه يمكن مهاجمتها، لكنها في أمان بفضل حمايتنا، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه. لماذا ندعم القوات العسكرية لهذه الدول الغنية؟ إذن هو إصرار ترامب على تذكير السعودية وبعض الدول التي تدعمها واشنطن بالعرفان بالجميلة لكن بأسلوب غير دبلوماسي. ولم يسمع رد رسمي من الرياض على هذه التصريحات المتكررة، وكل ما نراه هو زيارات للقادة السعوديين وعقد صفقات وعقود تسليحية ومدنية بمئات المليارات من الدولارات. وليس بعيدا الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع الملك السعودي في مايو 2017 خلال زيارته للرياض وحضوره القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتي تجاوزت قيمته 400 مليار دولار، معظمه في المجالات الدفاعية والتسليحية. فما هو الثمن الذي يجب أن تدفعه السعودية لترامب؟ هذا ما لم يوضحه ترامب حتى الآن في خطاباته ومكالماته الهاتفية للملك سلمان، لكن يرى مراقبون أنه بلا شك سيستمر الرئيس الأمريكي بسياسة جمع الأموال وتكديسها في الخزانة الأمريكية ربما حتى نهاية ولايته. ولمزيد ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي. مرحبا بك سيد المنشاوي. لماذا يعتمد ترامب هذه اللهجة تجاه السعودية وبهذا الأسلوب؟ إما أن تدفع المملكة وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة. الرجل لم يحترم حتى أدنى يعني أسباب الدبلوماسية والبروتوكولات الدولية في خطابه هذا. بالطبع الرئيس ترامب لا يلتزم ولا يعرف أي قواعد دبلوماسية، وهو لا ينكر ذلك. هو يعترف أنه غير سياسي وغير تقليدي ويريد مصلحة أمريكا وأمريكا أولا، لكن الخطأ وقع على الطرف الآخر، الطرف السعودي الذي فرح وسعد وعبر عن سعادة كبيرة بفوز الجمهوريين برئاسة ترامب بالبيت الأبيض. ولما يتردد في الهجوم على الرئيس ترامب على الرئيس السابق أوباما أثناء حكمه وبعده أيضا بسبب الاتفاق النووي مع إيران، واعتقدت الرياض لسوء الحظ وسوء التقدير أيضا لعدم معرفتهم بواشنطن أن الأجندة الأمريكية المعادية لطهران تحت حكم ترامب تعني بالضرورة صداقة مع الحكومة السعودية، وفعلا وفرت السعودية المحطة الأولى لزيارة الرئيس ترامب، وكان هناك احتفالات هستيرية بهذه الزيارة، واعتقادا أن هناك فاصلا جديدا من العلاقات الهامة بين واشنطن والرياض. لكن شخصنة هذه العلاقة كان خطأ كبير من الجانب السعودي عندما يكون الطرف الآخر هو الرئيس ترامب. ترامب ليس له أصدقاء، ويكون كل الاحتكار للقادة العرب والخليجيين تحديدا، وذكر ذلك في خطاباته المتحدة
متعددة أثناء الحملة الانتخابية وبعد وصول الحكم وما صدر عنه خلال اليومين الأخرين يعبر بالضرورة عما يؤمن به الرئيس ترامب. ولكن هو ذكر بالاسم السعودية مرارا ليس اليوم فقط يعني في أكثر من مرة في السابق. كيف تقرأ الصمت السعودي تجاه هذا الخطاب وهذه الكلمات يعني المثيرة للجدل؟ الكثير من السعوديين استنكروا الأمر على السوشيال ميديا ورددوا بهذه الأوصاف التي أطلقها ترامب. في المقابل لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية. بداية تحدث منذ دقائق طبقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتطرق البيان الرسمي إلى مناقشة القضايا الإقليمية وإيران والأمن الإقليمي، وبالطبع هذا كله كذب. ما تحدثوا عنه بالضرورة هو كلام الرئيس ترامب المهين للحكومة السعودية والملك سلمان شخصيا. وأعتقد أن الصمت السعودي مفهوم، هي دولة كبيرة وحليفة للولايات المتحدة للسعودية، ولا تستطيع أن تتعامل معها مثلما تتعامل الرياض مع دول أقل أهمية مثل ألمانيا أو السويد أو كندا عندما تحدثوا عن ملفات حقوق الإنسان داخل السعودية، وتم استدعاء سفراء السعودية في هذه الدول. السعودية تدرك جيدا أن أمنها وأمن حدودها مرتبط بالمساعدات الأمريكية العسكرية بما في ذلك الحرب في اليمن التي يقودها محمد بن سلمان شخصيا، وبالطبع هم يرون العداء الأمريكي طيب لإيران كهدف طيب سعودي، لكن الصمت مفهوم لا تملك يعني السعودية أي أوراق ضغط على الإدارة الأمريكية. إلى متى سيستمر هذا الأمر؟ ألا تملك السعودية أي أوراق لوقف الابتزاز الذي يمارسه ترامب؟ تملك السعودية الكثير من الأوراق، لكنها وضعت الكثير من بيضها أو كروتها في يد الرئيس ترامب. هناك موافقة أمريكية على سعودية على فكرة التحالف الناتو العربي الذي أعلنت عنه واشنطن وتقوده واشنطن، وهناك اجتماع مزمع خلال 3 أشهر هنا في واشنطن لقادة هذه الدول. وأعتقد أيضا أن السعودية ترى أن لا تستطيع أن تقف وجه رئيس جامح مثل الرئيس ترامب. لا توجد هناك أي وسائل لمعاقبة السلوك الأمريكي إلا أسعار الطاقة، والرئيس ترامب هدد عدة مرات محذرا من هذا الاتجاه السعودي. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، كنت معنا من واشنطن.